الدكتور سفيان طلعت نائب رئيس الجمعية الأردنية للأنف والأذن والحنجرة. أنا طبعاً بشتغل مستشار في جراحة الأنف والجيوب بالخدمات الطبية الملكية في الأردن. وتخصص جراحة الأنف والجيوب هو من التخصصات المهمة جداً لعامة الناس. معظم الناس بيشكوا من حساسية الأنف أو من مشاكل الجيوب. وطبعاً في كثير من الناس بتلجأ لاستخدام العلاجات بطريقة يعني شخصية من غير رجوع للطبيب. وأحياناً بعض العلاجات بالذات مثلاً القطرات الأنف ممكن تؤدي لمشاكل تضخم اللحميات الناميات اللي هي تسمى بالقرنيات الأنفية إذا تم استخدام العلاج مثلاً لفترة طويلة. دائماً قبل ما ناخذ أي علاج يفضل أنه نرجع للطبيب لأنه هو اللي أعلم بطريقة وصف العلاج ومدة استخدامه.